প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম গুলি দিয়ে কিভাবে দোয়া করবো মানে দোয়া করার পদ্ধতি যদি একটু কষ্ট করে বলতেন জি কথা হচ্ছে মহান আল্লাহ বলছে মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সেই নামগুলো দিয়ে মহান আল্লাহকে কি করে আহ্বান করো মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করো জি দোয়া করার পদ্ধতি যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন এভাবে যে যেমন ইয়া গফুর ইদ ফিরলি ইয়া রাহিম ইরহামনি এভাবে لا, بنتكتي, يا رحمن ارحمني يا غفور يا, يا غفور اغفر لي كم باء اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ونربي على الرسول صلى الله عليه الله وسلم بل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب ربي انور اللهم ارحمني انك انت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني انك انت الغفور الرحيم. زمن ابو بكر رضي الله تعالى عنه الله على ربي شكادي يشلن، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. انور ربي سيدي سيدي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت ما علمت الحياه خيرا لي. يبقى بامرأة قلت بريء. أنور باب جمع ابنار استخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن أنت علام الغيوب أنت علام الغيوب. جي دور نير أنور باب الله رسول صلى الله عليه وسلم قال كيفاش الدواء؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اذ وقرا باري جبنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم